أقدم لكم سيكرو الغلابة. لعبة وولونج فولن داينستي هي أقرب حاجة للعبة سيكرو من ألعاب السولز، بس اللعبة أسهل بكتير من سيكرو، يعني لو أنت كحيان ومش عارف تعدي أول بوس في سيكرو هي دي اللعبة المناسبة ليك. شوف مراجعتنا الكاملة لوولونج فولن داينستي وشوف تستاهل وقتك ولا لا. وولونج فولينج داينستي هي لعبة أكشن RPG من نوع سولز لايك، يعني شبه إلدر رينج ودارك سولز والناس دي كلها، ولكن هي أقرب شوية لسيكرو، وهنعرف ليه سيكرو بالذات في باقي المراجعة. اللعبة من تطوير استوديو تيم نينجا، وهو نفسه الاستوديو المطور لسلسلة نيو المعروفة، وده كان مخليني متحمس للعبة دي بشكل شخصي، لأن الاستوديو عنده خبرة في التعامل مع ألعاب RPG. مبدئياً أحداث اللعبة بتدور في الصين القديمة، بالتحديد سنة 184 ميلادي، قبل بداية فترة معروفة في التاريخ الصيني اسمها فترة حكم الثلاث ممالك. أحداث اللعبة بتحصل في وقت حرب كبيرة حصلت في العصر ده، وهي حرب بدأت بسبب تمرد جماعة من الشعب اسمهم جماعة العمامة الصفراء، اتمردوا على نظام الحكم. وانت بتلعب بجندي مرتزقة مهمته يدافع عن البلد وعن نفسه قدام التمرد ده، ولكن في مشكلة كمان، ان في مشروب سحري انتشر اسمه إليكسر، وده بيحول اللي بيشربه وبيديله قدرات خارقة، وكمان ممكن يحول الأموات لزومبي. القصة هنا بتمزج بين الدقة التاريخية للأحداث مع الخيال والسحر، فهتلاقي شخصيات حقيقية من العصر ده موجودين في اللعبة مع تعديلات بسيطة وقوة خارقة. بشكل عام القصة مش أحسن حاجة وعادية جدا وفيها مط مش طبيعي. أنا فاهم إن القصة في الألعاب اللي زي دي مش بتبقى أهم حاجة، لكن القصة في وولونج كان ممكن تبقى أحسن بكتير. كمان السرد هنا منعدم تقريبا، يعني مفيش أدوات سرد متنوعة زي إنك تتكلم مع ناس وتعرف منهم معلومات أو تلاقي مخطوطات مثلا تتعرف منها على العالم. لا ده كان عكس كده تماما، حتى المشاهد السينمائية قليلة وتقريبا هو مشهد واحد في كل مرحلة. الجيم بلاي بقى هنا كان حاجة تانية خالص، وهنا انتباه شديد لعشاق سيكرو. أول حاجة هتاخد بالك منها لما تبص على جيم بلاي وولونج إن الجيم بلاي متشابه جدا مع سيكرو، يعني بيعتمد على الباري وإنك تصد في اللحظة المناسبة وإلا هتزعل جامد. نظام الصد هنا متسامح شوية أكتر من سيكرو، فمثلا في سيكرو لو دوست على زرار الصد كذا مرة ورا بعض مش هتعرف تصد في اللحظة المناسبة، لكن هنا تقدر تعمل كده. مع الضربات الخفيفة والقوية تقدر تستخدم السحر، وقوة السحر هنا بتفتحها لما تعلي الليفل بتاعك وكمان تطور الشخصية، ده غير انك كمان تقدر تطور السحر وتزود الدمج بتاعه. كمان في ضربات الفنون القتالية واللي تعمل دمج اعلى من الضربات العادية والقوية، وكمان شكلها اجمد واستخدامها حلو جدا، زيها زي السحر بتفتحها لما تطور الشخصية والليفل بتاعك يكون عالي. بشكل عام الجيم بلاي ممتع وهو احسن حاجة في اللعبة، ما حسيتش اني زهقان طول ما انا بلعب بسبب ان الجيم بلاي جامد. وكمان في تنوع، فعندك الهجمات العادية والقوية وهجمات السحر وهجمات الفنون القتالية، وكمان احساس الصد هنا حلو جدا وهيخليك تدمن الموضوع وبتحس انك عملت انجاز فعلا في كل مرة بتصد فيها. نظام ليفلات معتاد مع اضافة بسيطة. وولونج بتقدم نظام ليفلات كلاسيكي معتمد على تطوير الشخصية والقدرات، لكن في نظام ليفلات جانبي هنا وده اللي هو ليفل المعركة او الكومبات ليفل، وهو ببساطة ان بيبقى ليك ليفل للمعارك بيحدد قوتك ودفاعك ضد الاعداء، والليفل ده متغير يعني مش ثابت وبيعتمد على ادائك في المعركة، بمعنى اصح ان كل ما تضرب اكتر الليفل هيزيد اكتر، وكل ما تضرب اكتر الليفل هيقل وبالتالي قوتك هتقل. الليفل ده بيبقى في النص اللي تحت من الشاشة فوق مستوى الهيلث، والليفل بيفضل يزيد طول ما انت بتلعب وبتكسب الاعداء، ولكن بمجرد ما بتموت الليفل بيرجع لاخر مرة انت كنت مسيف عندها، يعني لو كنت مسيف عند ليفل 10 مثلا ومت وانت ليفل 15 هترجع ليفل 10 تاني. نظام التقدم هنا بقى زي اغلب العاب السولز التانية، وهو انك وانت ماشي بتلاقي عالم كده وبمجرد ما بترفعه تبقى انت كده حفظت التقدم لحد الحتة دي، وهناك تقدر تلفل الشخصية وتشتري قدرات السحر وغيرها، وكمان بتشحن عناصر الهيلث اللي معاك. تصميم المراحل بقى في اللعبة دي كان متذبذب، على الرغم من ان المراحل خطية وما فيهاش تعقيد كتير، الا ان في شوية فزلكة في تصميم بعض المراحل، وكأن المطورين كانوا عايزين يعملوها مراحل مش خطية قوي بس مترددين. في احيان كتيرة لقيت نفسي بلف حوالين نفسي ومش عارف الطريق منين، على الرغم ان زي ما قلت لك المرحلة خطية وكل حاجة متصلة ببعض من غير اي مشاكل، بس الفزلكة دي خلت كذا مرحلة يبقوا كأنهم متاهة وهم اصلا حجمهم صغير،
واللي ساعد على ده اكتر هو تشابه الاصول المستخدمه في اماكن مختلفه من المرحله الواحده. فمثلا هتلاقي بيت متكرر بنفس التفاصيل وبنفس كل حاجه، وكذلك الشوارع وتفاصيلها وهكذا. الناحيه التانية بقى كان في تنوع حلو بين المرحله والتانيه، ففي مراحل ممطره كئيبه ومراحل مظلمه، ومراحل تانيه صحراويه ومضيئه او دمويه، وده بيخليك تستعيد طاقتك بين المرحله والتانيه وتستعد انك تكمل. ولونج بقى بصراحه طالبه امكانيات اعلى من اللي المفروض لعبه بالجرافيك ده تطلبه. يعني الجرافيكس كويس مش وحش، بس برضه في احسن منه بكتير، زي مثلا ديد سبيس وادائها كان احسن بكتير. وضيف على كده انها طالبه امكانيات عاليه ومش شغاله كويس على الاجهزه المتوسطه، في اوقات الفريمات بتقع على البي سي في المعارك السريعه القويه، انما على البلاي ستيشن ولونج فيها وضعين، وضع الجودة ووضع الأداء. وضع الجودة بيستهدف 60 فريم 4K، ووضع الأداء بيستهدف 60 فريم برضو بس الدقة 4K دايناميك. من الآخر وولونج بتقدم تجربة ممتعة طول ما انت بتحارب ومندمج في الكومبات، خصوصا معارك الزعماء اللي هي البوس فايتس، وأقدر أقول إنها ممتازة، لكنها بتفصلك تماما بالقصة الضعيفة بتاعتها والسرد اللي مش موجود تقريبا، ده غير تصميم المراحل اللي مش ماسك نفسه. كمان تحس إنها متأثرة بأزمة الهوية، فاللعبة واخدة كتير جدا من سكرو، وعلى قد ما سكرو لعبة عظيمة الا اني كنت مستني العب وولونج بهويتها الخاصه وتجربه مختلفه. بس يمكن اللي بيعوض ده شويه هو شويه تحابيش خاصه بولونج، زي نظام ليفل المعركه والحقبه الزمنيه نفسها بتاعت اللعبه، وغيرها من التفاصيل الصغيره اللي هتحس بيها وانت بتلعب. وتقييمنا النهائي ليها كان 8 من 10. ما تنساش تقول لنا رايك في المراجعه وفي اللعبه اذا كنت لعبتها، واكيد طبعا اللايك والشير، ومع السلامه.